أكد رئيس السيسي أن هناك وسائل أعلام معينة تحاول الإضرار بمصر، مشيرا إلى أن هذا ليس أعلام أو مهنية وإنما تآمر. بنتكلم على إجراءات اتكلمنا فيها 13 مطلب مصر اتكلمت فيهم بمنتهى الوضوح مع أشقائها في الإمارات وفي السعودية والبحرين، وأتصور أن أو أؤكد لكم أن الأمر لم يتغير. طب في جهود بتبذل، نتمنى ان اي جهود تبذل تحقق النجاح في ظل اللي هو مش الشروط ال 13، ولكن في ان ده عوامل لبناء علاقات مستقره حقيقيه دون تدخل في شؤون الغير.